جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي اثنان من الأولاد، أحدهم في المدرسة والآخر ما زال صغيرا. إذا أعطيت الذي في المدرسة مبلغ من المال يوميا كمصروف، فهل يجب للصغير كذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا يجب للصغير الذي لا يدرس مثل ما يعطى للذي يدرس، لأن هذا يتبع الحاجة، فالذي ليس بحاجة لا يعطى مثل ما يعطى صاحب الحاجة الذي هو أكبر منه ويدرس ويحتاج إلى مصروف مدرسي. فإذا كبر هذا الصغير وصار يدرس يعطى قدر حاجته، لأن هذه أمور نفقة تكون بقدر الحاجة. نعم.